يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا ظاهرا ولا باطنا. ثم قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابيه. ليس للإنسان إلا يدان، يمنى وشمال، فيعطى المؤمنون كتابهم بأيمانهم. وماذا في الكتاب؟ ما عمله العبد في الدنيا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويأتي إشكال في الآية، أين الإشكال؟ الإشكال أن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه، يدعو الناس إلى أن يقرأوا كتابه. وأنت تعلم عقلا أن السواد الأعظم من المؤمنين الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا يعقل أن جميع من أوتي كتابه بيمينه ليست له سيئة، محال. والكتاب يقول الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والكتاب يقول الله عنه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والكتاب يقول عنه الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالمكتوب في الكتاب فيه عمل صالح وفيه عمل سيء. فهل يعقل أن أحدا يأتي لأهل الموقف ويقول للناس اقرأوا كتابي وقد علم أن فيه ما فيه من السيئات صغيرة كانت أو كبيرة أو غير أو كانت معصية بينهما؟ محال أن يقع هذا عقلا. لكن أجاب بعض السلف عن هذا بما نصه: يؤتى كل واحد من المؤمنين كتابه في ستر من الله. في ستر من الله يعني لا يراه أحد، فيفتح كتابه فيرى فيه سيئاته فيتغير لونه، ثم تمر عليه حسناته فيعود لونه إلى ما كان عليه، ثم يعيد النظر فيرى سيئاته قد بدلت حسنات، فلما يرى سيئاته قد بدلت حسنات ينادي أهل الموقف: ها هم اقرؤوا كتابي. اللهم إنا نسألك عفوك الجليل وسترك الجميل.